انا اسمي هاجر يحيى، جامعه عين شمس، اتخرجت السنه دي سنه 2022. انا عرفت التدريب عن طريق صاحبتي وعن طريق فيسبوك. هي التسكات على قد ما هي كانت صعبه، بس احنا كنا بنلاقي اللي بيساعدنا يعني، وبالعكس هي كانت بتخلينا نحس ان احنا استفدنا حاجه طول المحاضره يعني، وتعبنا ما راحش على الفاضي، سواء ان احنا بقى قاعدين في المحاضره او كده يعني. لو قيمناها 9/10. هو الفيدباك طبعا كان بيخليني عرفت انا غلطت في ايه، واحيانا انا وانا ماشي اصلا في التاسكات بيبقى في حاجات وقفت معايا، فلما بشوف الفيدباك بعرف ان انا غلطت فيها وكده. الحلول النموذجيه دي كانت من احسن حاجه، وبعدين هي اللي ساعدتنا في المشروع، ان الواحد يعني طول ما هو ماشي عارف ان هو غلط في ايه، فكان بيحاول يتفاداه وهو بيعمل المشروع. ولو حبينا نقيمها يعني صراحه هي 10/10. هي الفيديوهات اللي كانت بتنزل ديت بعد المحاضره، احيانا بنبقى بنروح نكون نسينا احنا عملنا ايه اصلا، فالفيديوهات دي كانت بترتب الافكار، بتخلينا نعرف ازاي هنمشي في التاسك، فهي صراحه كانت حاجه مساعده جدا يعني. هو المشروع على قد ما هو كان صعب، بس يعني مرحله الدعم اللي الواحد كان بيلاقيها كان بيحس ان هو مش لوحده الصراحه، وكان يعني لو في حاجه وقفت معاه بيسال وبيلاقي اللي بيدعمه في نفس الوقت يعني، ما كانش فيه وقت بيضيع، بالعكس احنا كنا بنبقى عارفين احنا ماشيين ازاي وصح ولا غلط. ولو حبينا نقيم الفترة دي، هي على قد ما هي صعبة بس بجد يعني استفدنا فيها أكبر الفترة ممكنة، فلو حبينا برضه نقول هنقول 9/10. هما المحاضرين دول يعني بجد من أحسن الناس اللي الواحد استفاد منهم، سواء بقى كان إن احنا لما كنا بناخد المحاضرات الخاصة بالعامة بالراوند، أو إن هو لو كانوا بيقولوا لنا مثلا اللي هو قابلهم انترفيو إيه، أو الصعوبات اللي هو واجهتهم في البداية وكده، فكنا بنستفاد منهم الصراحة، ويعني لو قيمناهم فهو 10/10 الصراحة. انا لو حبيت انصح حد هقول له ان هو يعني يفضي نفسه في الفتره ديت، وان هو يحاول ان هو يستفيد اكبر قدر ممكن، وان هو يطبق التاسكات بايديه، لان هو ده اللي هينفعه، ولما هيجي يعمل مشروع هيلاقي ان الدنيا اسهل بكتير، وان هو ما يكسفش ان هو يسال حد، بالعكس هيلاقي الناس هتساعده وكده. وبجد هي كانت فتره جميله والواحد استفاد منها يعني.